السلام عليكم الاخوان، كنرحب بكم من جديد. اليوم نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غادي نخدموا موديم 4 جي على الروتور زي تي او اش 288 ا اللي كتعطيه اورانج وانوي، وغادي نخدموا فيه كارت ديال اتصالات اورانج وانوي، وغادي نشوفوا الاعدادات مع بعضياتنا. اي غادي نخدموا اي كارت سيم فيه، وهذا الشرح هذا متاح لاي دوله واي شركه في العالم. وربما الناس تحط لنا في التعليق كيفاش تخدموا الموديم في الروتور دي جي 2845 في الهواوي اللي كتعطيه انوي. طبعا الحال هذا الروتور هذا لا يدعم الموديم، يعني واخا فيه بور ديال اي اس بي ما يخدملكش الموديم، لان السوفتوير ديالو غير مدعومه بانها تقبل موديم 3 جي او لا 4 جي. ومستقبلا غادي نديروا شروحات على هذا الموضوع نيت في الروتور اللي كدعم الموديم 4 جي او لا 3 جي، وغادي يكون شروحات مع الاخ ديالنا اشرف ان شاء الله، غادي نتعرفوا عليه اكثر في الحلقات اللي غادي يصور لينا هو ويصور لينا الاعدادات وكيفاش غادي نخدموا الموديم في لي روتر ديال الفيبر، لي روتر ديال هواوي لشركه فودافون ان شاء الله. هادشي هذا غادي نطريطيوه مستقبلا وكلشي تدريجيا. واحد الملاحظه اخرى الاخوان ديالنا، ان اي موديم غالب اغلبيه ديال لي موديم كيقبلوا الكارت سيم اللي هي كبيره على الكارت سيم هذه، ولكن انا ما عنديش ديك الكادر اللي صغير، يعني الكادر اللي هو كبير بحال هذا. الى شوف يقدر يبان في الصوره اللي تشوف معايا، نتمنى تكون هذا الكادر كبير. انا قطعت بهذا الشكل هذا، هذه الكارطه ديال ميديتي القديمه، انا قطعت بهذا الشكل هذا على الحدود ديال كارطه اورانج اللي كاينه هنايا باش نركبها هنا. انا غادي نركب المسائل ديالي قبل ما ندخل للشرح، باش اذا لما جبرش الكادر هذا يقدر يخيمها هذه الطريقه. هذه تشوفوا حنا ركبنا الموديل ديالنا بالكارطه غير داكشي مديباني كما كنقول. ودائما الاخوان ديالنا كنقول الا كنت مهتم بالمواضيع ديالنا ما عليك الا تشترك على قناه بروغرافور باش نستمروا في انشاء المحتوى هذا. بقاو معنا الى النهايه باش نشوفوا مع بعضياتنا الاعدادات. كنتوجهوا للحاسب مباشرة الإخوان ديالنا، وكنمشيو للمتصفح ديالنا كنكتبو 192.168.1.1، من بعد كندخلو بالأدمين من هاد الروتور ديال أورانج ولا إنوي. بالنسبة للأدمين ديال أورانج أولا ديال إنوي غادي نحط لكم في الوصف. بالنسبة للإنوي عندها جوج ديال غنحطو لكم من تحت، وانتوما جربو وغادي تدخلو إن شاء الله بالأدمين اللي غادي يتقبل عندكم. هذه هي الصفحه اللي واجهه ديال الروتور زي تي او، يعني اي هذه هي الواجهه ديالها كتختلف غير الالوان بعض الاحيان. غادي نمشيو للصفحه ديال الانترنت، من بعد غادي نمشيو لوان في القائمه هذه، من بعد غادي نمشيو 3 جي. هنا الاعدادات الاخوان ديالنا ما كتكليكي على 3 جي كونيكسيون، كما كتلاحظوا ما كاينش الاعدادات، وكيقول لك هنايا كما كنلاحظوا هنايا كيقول لك درايفر از نوت، يعني ما كاينش ما مركبش الموديم. حنا الاخوان ديالنا غادي نركبوا الموديم في الروتور ديالنا، وغادي نلاحظوا كما كتلاحظوا ما وقع حتى شي حاجه، رغم انني ركبت الموديم غير البوله ديال يو اس بي في الروتور شعلت الاخوان ديالنا. لكن باش نلاحظوا شي تغير ضروري نكليكيو كما كتلاحظوا، مي كليكينا على ريفريش غادي نكليكيو على 3 جي موديم. كما كتلاحظوا طلع لينا الاعدادات. كاين بعض الموجهات ما كيطلعوش الاعدادات، يكونوا اوتو، يعني ديجا الشركه مكونفيكريه ديك الشيء ديال 3 جي بحال الشركه ديال اورانج، وربما حتى الشركه ديال انوي الا ركبتي فيها موديم ديال انوي وكارطه ديال انوي راه داك الشيء غادي يطلع ديجا اوتو. ولكن حنا في هذه الحاله ديالنا غادي نوريكم باراميتراج في حاله ما اذا ما كانوش اوتو. كما كتلاحظوا معنا الاخوان ديالنا عندنا واحد الملف هنايا، هذا الملف هذا فيه الكونفيك ديال اتصالات اورانج انوي. كما كنلاحظوا ان الابي كنحتاجوا الابي ان والباسورد واليوزر نيم. بالنسبه للاتصالات عندها غير الابي ان، الباسورد واليوزر نيم ما كاينش، يعني اليوزر نيم والباسورد ما كاين. اورانج هي اللي عندها الباسورد واليوزر نيم. حنايا غادي ننقلوا البيانات هنايا الاخوان ديالنا بالنسبه لاورانج، واللي عنده انوي انوي اتصالات غادي ينقل البيان ديال الاتصالات، وهاد البيانات الاعدادات موجودين في كيموج في الموقع الرسمي ديال الشركه. هنا الاخوان ديالنا ديجا كتبت اورانج 4 جي اورانج، خلي 4 جي اورانج، كتب لنا 4 جي انوي واتصالات اللي عجبك انت، كتخلي الاعدادات كما هي انترنت والاي بي. هنا كندخلوا الاب بي ان،
انا الابي ان ديال اورنج كاين جوج ديال الابي ان، كاين الداتا وكاين الانترنت. انا غنخلي الانترنت، وكاين هاد ديال نمبر. انا درت ديز درت نجمة 99 ديز، جربوها الا ما كانتش تجبدوا هاد النمبر هذا، تجبدوه من الموقع الرسمي ديال الشركة. بالنسبة للاوروج هذا اللي خدم، الام تي يو يمكن لك تتحكم فيها، ولكن انا بالنسبة لي لي انا بالنسبة لي نرد 1492. بالنسبة لليوزر نيم والباسورد، اورانج كما قلنا عندها يوزر نيم وباسورد. بالنسبه للاتصالات تخليهم خاويين ما استجوهمش. بالنسبه لاورانج ميدي نت، والباسورد حتى هو ميدي نت. بهذا الشكل هذا، وهنا كتنتهي المهمه ديالنا. كنكليكيو على ابليكي، كنتظروا البوره ديال الانترنت كتشعل بالاحمر، وكنتسناو واحد شويه الوقت باش تشعل بالاخضر. كما كتلاحظوا تنيت واحد تقريبا واحد 30 ثانيه من بعد شعلت بالاخضر البوره ديال الانترنت، يعني ما عليك الا تصبر عليها بعض الوقت. وحتى المصباح ديال المودم كيتبدل من الاخضر الى الازرق. هنا الاخوان ديالنا يمكن نمشيو ستاتيك ونشوفوا المعلومات اللي مكونيكتي منه. كنمشي 3G، كما كتلاحظوا التغطيه ضعيفه، شرطه واحده عندي بالنسبه لهاد البلاصه ديالي انا. هنايا كيطلع لك بان انني كونيكتي مع السيرفور ديال 4G. هنا غادي نمشيو سبيد تيست ان شاء الله. وكما كتلاحظوا ما كيطلع لا اورانج لا سيرفور اورانج لا حتى شي حاجه، يعني هذه اللي لاحظت فيها انا. غادي نحاولوا ما امكن نكليكيو على كونيكتي، نشوفوا شحال وصل لنا في السرعه هنايا. اما كتلاحظوا بينك 89، ما عنديش تغطيه كبيره الصراحه. سبيد تيست كيوصل لينا ما بين 5 و 6، غالي من 5 و 6. اما كتلاحظوا الساعه 3 ميجا تقريبا، والابلود ما بين 2 حتى 4 5 فهاد البلاصات. كما كتلاحظوا الاخوه الابلود وصل احسن 3 ميجا. الناس اللي ما عندهمش التغطيه مزيانه من الاحسن يديروا الكابل، هذا الكابل هذا يعني يبرونشيو فيه الروتور، يبرونشيو المودم ويبرونشيوه في الروتور، ويحطوا المودم في بلاصه عاليه اللي يقدر يتكونيكتا منها، يعني تكون كاينه التغطيه احسن. يعني الكابل ما يفوتش 5 متر، الاحسن يكون في حدود 5 متر باش يخدمكم مزيان. كنتمنى الاخوان الشرح اليوم تكونوا استفدتوا منه، ولا استفدتوا معلومه بسيطه. ما عليك الا تشترك على قناة بروغرافور باش نستمر نشر المحتوى هذا. تحياتي لكم، الى اللقاء اصدقائي، الى حلقة مقبلة.